مواجهة الأهلي والمصري إن شاء الله يكون الفوز حليف النادي الأهلي وأكد تفوقه. أروح مع حضراتكم لخبر مهم جدا. الاتحاد الأفريقي الكاف لكرة القدم أعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، إن شاء الله نجمنا محمد صلاح يكون هو الحاصل عليها، وهو يعني يستحقها صراحة بجدارة. القائمة النهائية خلينا أقولها مع حضراتكم: محمد صلاح من مصر ليفربول، برنارد تراوري لاعب بوركينا فاسو لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، دينيس أونيانجو حارس مرمى سان داونز الجنوب أفريقي وحارس مرمى منتخب أوغندا كلنا طبعا فاكرينه، كريم الأحمدي من المغرب وهو لاعب نادي فاينورد الهولندي، نابي كيتا نجم نادي لايبسك الألماني وهو من غينيا، بيير أوباميانغ طبعا نجم بروسيا دورتموند ومنتخب الجابون، ساديو ماني زميل محمد صلاح في ليفربول ولاعب منتخب السنغال، فيكتور موزيس نجم منتخب نيجيريا وجناح تشيلسي الانجليزي، وفنسا ابو بكر نجم منتخب الكاميرون ولاعب نادي اف سي بورتو البرتغالي، ياسين ابراهيمي زميل فنسا في اف سي بورتو البرتغالي ونجم منتخب الجزائر، وكايتا بالدي نجم منتخب السنغال ولاعب نادي موناكو الفرنسي. ودي القائمه المصغره فيها 11 لاعب ابرزهم نجمنا محمد صلاح. محمد صلاح صراحة هو نموذج لكل شاب عربي، لكل لاعب عربي، حاجة جميلة جدا، حاجة مشرفة. الأقدر صراحة بالفوز بهذه البطولة، واحد من اللعيبة اللي دايما بيطور في مستواه، واحد من اللعيبة اللي عنده محطات صعبة، واجه العديد من الصعوبات، الموضوع لم يكن سهلا حتى داخل نادي المقاولين العرب، لم يكن الأمر سهل على محمد صلاح، ولكن كافح كل هذه الظروف وكافح كل هذه المواجهات. محمد صلاح في مشابهة ما بينه وما بين جاريث بيل، الاثنين كانوا ابتدوا باك شمال، ولكن محمد صلاح القدر خلاه يخش داخل وسط الملعب ويبقى واحد من أفضل المهاجمين اللي موجودين على مستوى العالم، ليس فقط في أفريقيا ولكن على مستوى العالم. محمد صلاح بداية رحلة جميلة جدا مع نادي بازل في سويسرا، ابتدى من نادي بازل يواجه كل الأندية الأوروبية، ابتدت كل الأندية تحط عينيها على محمد صلاح، واجه توتنهام، واجه تشيلسي، واجه العديد من الأندية الكبيرة وهو مع بازل وكان يحدث الفارق. اتذكر مواجهة من المواجهات كان بلاعب نادي تشيلسي، وكان الباك اليمين في نادي تشيلسي كان أشلي كول، وعمل على أشلي كول مباراة جميلة جدا خلت جوزي مورينيو يبتدي يحطه في حساباته. كان ليفربول قريب من محمد صلاح، ولكن لما يجي لك مورينيو يكلمك على الواتساب ويقول لك يا محمد يا صلاح تعالى انضم الى تشيلسي، عمرك ما هتقول لا. وهو ده القرار اللي خده محمد صلاح، انضم الى تشيلسي. الكل كان حاطط عليه امال كبيره جدا، ولكن احنا عندنا مشكله جوه مصر، عقده الخواجه. يقول لك محمد صلاح احسن من ويليان، ولا احسن من اوسكار، ولا احسن من كذا. محمد صلاح احسن منهم بدليل. اين اوسكار الان؟ في الدوري الصيني. محمد صلاح في ليفربول وهو هداف الدوري الانجليزي، طموحه ما قلش على الرغم من انتقاله الى نادي فيورنتينا الايطالي، خاض العديد من المواجهات الصعبه، عمل مباراه للتاريخ في كوبا ايطاليا كاس ايطاليا امام اليوفي، كل لعيبه اليوفي ما قدروش يتمكنوا من ملاحقه صلاح، وادى فوز مهم جدا لنادي فيورنتينا. اللقاء ثم احرز امام اليوفي ايضا في الدوري الايطالي، وانتقل الى نادي روما، نادي توتي، نادي الكبير في العاصمة الإيطالية، وتألقه مع نادي إيس روما، وتألقه في مباريات الشامبيونز ليج لو تفتكروا لقاءات صلاح مع روما، وحتى أمام ريال مدريد كان هو من يصنع الفارق، ثم انتقل من نادي روما بعد التألق الكبير إلى نادي ليفربول. العديد من الناس والعديد للأسف من حتى السادة الزملاء في الإعلام قال لك لا، صلاح ما يتألقش في الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي أعلى من محمد صلاح. عندنا عقدة الخواجة، ولكن عندنا اللي يقدر يكسرها، ولازم نثق في إمكانياتنا. عندنا ناس كسرت الدوري الإنجليزي من قبل، ولكن محمد صلاح حاجة تانية، قماشة تانية، أخلاق، قماشة تانية في الإمكانيات، لعيب ما حدش بيعرف يوقفه. إيدن أزار قبل مواجهة تشيلسي وليفربول الأخيرة اللي محمد صلاح أحرز فيهم هدف وما رضيش يحتفل عشان شهداء مسجد الروضة في العريش، طلع وقال تصريح مهم جدا، قال لك صلاح وهو في تشيلسي معانا في التمرين ما كانش حد قادر يوقفه. ده دفاعات نادي توتنهام، لو بصيتوا في 6-8 لعيبه من فريق توتنهام ومحمد صلاح لوحده، حتى ليفربول بيلعب على باص لصلاح،
حتى يورجن كلوب بيلعب على باص لصلاح، مش بس هيكتور كوبر اللي طلع في المؤتمر الصحفي قال لهم يا جماعه اذا كان ليفربول بيلعب على باص لصلاح ازاي انا ما العبش عليها. فنفس الشيء ادي فيرمينيو زميله في ليفربول، وثلاثي صراحه هيكسر الدنيا معاهم كوتينيو، لكن محمد صلاح يتصدر المشهد، محمد صلاح يصنع الفارق سواء في التمرير سواء في التسديد سواء في شخصيته وكاريزمته داخل الملعب، وشفنا الشخصيه والكاريزما في لقاء الاخير لمنتخب مصر امام الكونغو لو حضراتكم تتذكروا، بعد التعادل السقطه ثم الوقوف ثم الصرخه والعوده بالتاهل لكاس العالم. محمد صلاح ما تقدرش توقفه لانه لعيب ذكي، محمد صلاح طور من الفينشنج، وللاسف حتى الجمهور عايز من محمد صلاح انه كانه بيلعب فيه في البلاي ستيشن، انه كل هجمه يجيب بيها جون، اللي بيروح على الجون بيضيع، محمد صلاح يصنع الفارق ده امام مانشستر سيتي، وده اوتامندي اللي داخل عليه بيعدي منه بكل سهوله وبكل يسر. محمد صلاح يصنع الفارق مع اي نادي، محمد صلاح الان حديث العالم، الكل يتحدث عنه، مش بس نادي الاتليتيكو، تبتدي الكلام على ريال مدريد او برشلونه، تقول لك محمد صلاح هيلعب في ريال مدريد، بص على الجون ده وبص على الكعب الجميل ده، وانت تعرف ان عندك لاعب قادر على انه يلعب في اكبر الانديه العالميه، احنا مش اقل من اي حد، لكن بصوا المهاره العاليه، بصوا الامكانيات، وبصوا الطموح، محمد صلاح اللي مخليه يكمل في اوروبا بعد كل هذه الانجازات هو الطموح، ولاعب كره القدم اذا اراد التقدم والترشح وعشان يحصل على جائزه افضل لاعب في العالم لازم يكون عنده شخصيه قويه، لو ما عندوش شخصيه قويه مش هيوصل لكل هذه المنافسات، لان كره القدم لا تعتمد على الموهبه فقط، كل الصعوبات اللي بيقابلها اي لاعب في العالم، بصوا على كريستيانو رونالدو وبص على ميسي ازاي كان مشوار تاريخ حياتهم وكم بطولة حصلوا عليها، هتعرفوا ان الشخصية هي من تصنع البطل وليس فقط الموهبة، ومحمد صلاح هو الافضل في افريقيا الان، صانع الفرق مع ليفربول وافضل من ساديو ماني، حتى لما اتكلموا مع ساديو ماني بيتكلم هو نفسه على قيمة وابداع محمد صلاح في ليفربول، وعندنا نعم يستطيع محمد صلاح ان يكون تاني لاعب في تاريخ الكرة المصرية يحصل على هذه الجائزة اللي كان اقدر انه يفوز بيها كابتن محمود الخطيب مرتين، فاز بيها في 83 رغم ان في 82 النادي الاهلي حصل على دوري ابطال افريقيا وكان الافضل في القاره كابتن محمود الخطيب وكان هداف هذه البطوله، في 83 نفس الشيء حصل عليها كابتن محمود الخطيب، والان محمد صلاح قادر على انه يدينا فرحه كبيره جدا ويدينا امل ان عندنا لاعب هو الافضل في افريقيا، ولما لا ممكن في يوم من الايام يحصل على الافضل في العالم. اكمل مع حضراتكم باقي ترشيحات بقى افضل لاعب داخل القاره. هذه القائمه ضمت منها من النادي الاهلي احمد فتحي، اشرف بن شرقي من الوداد، علي معلول من الاهلي وايضا تونس، ارنست بانسي الراجل اللي هرب من النادي المصري لاعب بوركينا فاسو، وبن مالانجو من جمهوريه الكونغو ولاعب مازيمبي الكونغولو، دينيس اونيانجو حارس منتخب اوغندا وسان داونز الجنوب افريقي، وجيرمي بروكي من بيلعب في سوبر سبورت الجنوب افريقي من سوازيلاند، وجونيور اجاييه نجم النادي الاهلي و منتخب الأولمبي النيجيري، محمد أناجم من الوداد المغربي ومن المغرب، طه ياسين الخنيسي المهاجم الخطير مهاجم نادي الترجي التونسي والمنتخب التونسي، دول أفضل لاعب داخل القارة وكان حصل عليها نجمنا الكبير الماجيك محمد أبو تريكا حبيب الناس اللي قدر ان هو يفوز بهذه الجائزة، وكان في فترة من الفترات حتى لما فاز بها في 2006 مع كأس الأمم الأفريقية كان أوشك انه يحصل على أفضل لاعب في أفريقيا، ولكن يعني الأمور ما مشيتش معاه. النهاردة ابتدى يكون عندنا حلم كبير جدا في ان محمد صلاح يحصل على هذه الجائزة. خلينا نروح لجائزة المدربين، هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ومعاه هوجو بروس منتخب الكاميرون، وعموتا مدرب الوداد المغربي، ومدرب مازيمبي جيرنو روجر مدرب نيجيريا، وقائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب، منتخب مصر بعد بلوغه لنهائي كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، يعني راح لنهائيات كأس العالم
وراح لنهائي فاينل 2017 في الأمم الأفريقية، ثم وصل على حافظ على موقعه في ضمن أفضل منتخبات القارة وبنفسه على لقب أفضل منتخب، كل من منتخب الكاميرون اللي فاز بكأس الأمم الأفريقية، مالي تحت 17 سنة، منتخب نيجيريا وزامبيا تحت 20 سنة. ورغم خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا إلا أن النادي الأهلي تم ترشيحه لجائزة أفضل نادي في القارة السمراء مع الوداد المغربي ومازيمبي بطل الكونفدرالية، سوبر سبورت وإمبابان سوالوز دول الأفضل الأندية اللي تم ترشيحهم. وأمام حضراتكم ده الصورة بتاعة أبرز المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب داخل القارة. في جائزة أفضل حكم تم ترشيح الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، ودي حاجة مشرفة جدا، فملكة سيمبا ربنا لا يبارك له، طبعا الحكم الأثيوبي الشهير للقاء الذهاب ما بين الأهلي والوداد، جياني سيكازوي من زامبيا، مالانج من السنغال، ومهدي عبيد الشريف من الجزائر، وبكاري جسامة حكم لقاء الإياب و ما بين الأهلي والوداد، والاثنين دخلوا ضمن ترشيحات أفضل حكم. وجائزة أفضل لاعبة تم ترشيح أسيستس أوشوالا من نيجيريا، وكريستينا كاتالانا من جنوب أفريقيا، جابرييل أوبودي من الكاميرون، روتياندو ماكوري من زيمبابوي، وتابيثا شونوينجا من ملاوي. دول كانوا أبرز اللاعبات اللي تم ترشيحهم لهذه الجائزة. طبعا حاجة مشرفة جدا وجود الحكم الدولي جهاد جريشة، نفس الشيء بالنسبة لمحمد صلاح وجوده في هذه جائزة أفضل لاعب في القارة، وجود 3-4 لعيبة من نادي الأهلي داخل فريق أفضل 11 لاعب محلي داخل القارة، ده بيبين لك أن النادي الأهلي ما شاء الله الموسم الماضي من أفضل المواسم، وترشيحه لأفضل المنتخبات. والصراحة لو هيحسبوها طبعا على أفضل كورة، نادي الأهلي أفضل كورة في مصر وأفضل كورة في أفريقيا. كده خلاص فقرتنا بتوشك على الانتهاء، بعد الفاصل هينضم للاستوديو التحليلي زميلي محمد فاروق ومعاه نجومه الكبار كابتن مصر النادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم والكابتن أسامة عرابي، ما تروحوش بعيد، النادي الأهلي حديد. يحفل تاريخ مواجهات المارد الأحمر الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي بتفوق واضح للأهلي، حيث التقى الفريقين في 113 مباراة سابقة، وكان للأهلي نصيب الأسد في الفوز في 60 مباراة، وحسم التعادل 34 مباراة، فيما فاز المصري في 19 مواجهة، وأحرز لاعب الأهلي 155 هدفا مقابل 88 هدف للاعب المصري. وأفرزت المواجهات عدد من هداف الأهلي في شباك المصري، وهم شريف عبد المنعم ومحمود الخطيب وصالح سليم وحسام حسن برصيد 5 أهداف، فيما انفرد سيد الدزوي بقائمة هداف المصري في الأهلي برصيد 7 أهداف. لاعب الأهلي الأكثر مشاركة أمام المصري هو هادي خشبة برصيد 22 مباراة، وجاء أكبر فوز للأهلي في تاريخه مع المصري بنتيجة 4-0، وحدث ذلك في موسم 78-79، 18 مباراة هي عدد المباريات المتتالية التي لم يهزم فيها الأهلي أمام المصري، وحقق الأهلي 5 انتصارات متتالية كأعلى رقم وصل له الأهلي خلال مواجهاته مع المصري. حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام المصري 52 مرة، بينما فشل في هز شباك المصري في 25 مناسبة. عدد لاعبي الأهلي الذين سجلوا أهدافا في المصري هم 86 لاعبا، يتقدمهم من الجيل الحالي للأهلي 6 لاعبين سبق لهم هز شباك المصري، وهم عبد الله السعيد ومروان محسن ومؤمن زكريا وصالح جمعة وسعد الدين سمير وعماد متعب. كل التوفيق للمارد الأحمر لمواصلة تفوقه وانتصاراته اليوم.